توقع 5 جوال النهارده، وانا قلت احتمال نكسب 6 كمان النهارده، ولكن احنا من ضمن المفاتيح عندنا حته الكور العرضيه. شفنا الشوط الثاني قله في اتقان الكور العرضيه، يعني احنا رحنا كتير جدا ناحيه اليمين، ولكن اتقان الكور العرضيه كان ضعيف شويه، وخاصه ناحيه اليمين. ده كان ليه تاثير على الهجمات وخطوره الهجمات في النادي الاهلي على النادي المصري، وبالتالي قله الاهداف. اكيد يا كابتن ايمن، اكيد انت بتلعب النهارده 2 فراوده، فانت بتعتمد اعتماد كلي على الكرات العرضيه، ده طبيعي. انت النهارده لاغي الراجل رقم 10، فطبيعي ان انت زي ما اتفقنا والكابتن يوسف قال قبل الماتش ان الاثنين الهافات بيقفلوا بيدخلوا على نص الملعب عشان يفضوا الباكين. تمام، قبل ما اقطع كلامك معلش، احنا عملنا النهارده 17 كره عرضيه، 5 بس صحيحه. ده مؤشر مش كويس، مش مؤشر، لان انت يعني الفينش بتاع الكوره العرضيه بتاعك مش مظبوط، وده يدل ان انت النهارده يعني الشغل على الجول ما كانش كتير النهارده، برده حتى التصويب برده قليل قوي النهارده. يعني لازم في مشكله، لازم الراجل يشتغل عليها يا كابتن ايمن في التمرين كتير، لازم حتى لو انت بعد ما التمرين يخلص، ممكن انت كمحمد هاني مثلا واحمد فتحي علي معلول محمود وحيد، لازم بعد التمرين لو انت عندك مشكله فيها، ايه المشكله لما انت تتمرن لوحدك، زود بعد التمرين، ده حاجه مش عيب ما دام في مشكله في الحته دي. لكن النهارده انا عايز اتكلم طبعا برضو، مبروك للنادي الاهلي النهارده الفوز، مباراه طبعا يعني سهله، يعني الطرد النهارده سهل المباراه على النادي الاهلي. النادي الاهلي ظهر بشكل كويس، بس برضو التغيير يعني ايه، تغييره قفشه غيرت مجرى المباراه كلها يا كابتن ايمن. يعني تغييره قفشه، انا الراجل برضو لحد دلوقتي انا مش مقتنع بالطريق باتنين فراوده دي خالص، يعني انا هفضل عند رايي النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يلعب بالطريقه دي. النادي الاهلي لا، عنده لعيب الكره كويسه جدا، يعني بانت لما قفشه نزل، لما وليد سليمان نزل، حتى لما صالح نزل للنادي الاهلي بقى ليه شكل شويه بيلعب كوره. وليد راح كذا مره للجول وكان ممكن يعمل اسيست لبادجي يجيب جول، كان في برده واحده تانية برده لوليد فضل مشي بيها بالعرض لحد ما قفل على نفسه، فروحت لجون كتير. فدي حاجه كويسه، بس اهم حاجه الفينش، في مشكله في الفينش لازم اللعيبه تشتغل عليه الفتره اللي جايه. طبعا لعيبه المصري طبعا زي ما الكابتن يوسف قال برده باين عليهم ان في مشكله عندهم في الحمل البدني، مش ما قدروش ان هم يجاروا لعيبه النادي الاهلي بغض النظر عن الطرد، يعني بغض النظر عن الطرد لا، في مشكله في كذا واحد النهارده خرج بشد، فدي دي دي مشكله في لعيبه النادي المصري. طبعا تغييرات النهارده اللي نزلت، عربي بدر انا شايف ان هو امكانياته لعيب كويس، انا شايف ان هو البادي بتاعه كويس سريع، يعني في كام كوره كده زاد فيها باين ان هو لعيب كويس، وانا اتفرجت عليه في الناشئين في كذا ماتش، هو لعيب كويس بس محتاج ان هو ياخد فرصه. النهارده طبعا اصابه وليد سليمان، قصدي اصابه عمرو السوليه دي، انا برضو اتكلمت فيها قبل كده، قلت ان هو ماتشات كتيره دي هتبقى لود على اللعيب، لازم يبقى فيه ياخد راحه، لازم يبقى فيه ريكفري، لازم الكلام ده كله. النهارده برضو يعني تغييره علي معلول، انا كنت اتمنى ان هي تبقى من بدري شويه، لان انا كنت خايف برضو علي معلول برضو بقى له فتره كبيره بيلعب ماتشات، وبقى له فتره كبيره يعني بيلعب 90 دقيقه، فكان لازم برضو ان هو يريح. فالنهارده الراجل برضو غيره، محمود وحيد لما نزل كان شغال كويس، يعني الراجل لعيب كويس، ولكن هو محتاج برضو ان هو ياخد فرصه. فالماتشات دي يا كابتن عامر لازم تجهز اللعيبه كلها عندك، لازم اللعيبه كلها تاخد فرص، ولازم تريح الناس اللي هي الاساسيه عشان ما حدش يتصاب منك زي السوليه النهارده، زي الماتش اللي فات مثلا ايمن اشرف، فدي برضو مش عايزينها، ان انت خلاص كل 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 مدى بتقرب من ماتش الوداد، فاحنا عايزين يبقى انت كل الاسلحه اللي عندك جاهزه. فانا بتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله الراجل يدي للناس اللي هي ما بتلعبش، انت كده كده خلاص ان شاء الله الدوري انت لسه لك 5 ماتشات من 11 ماتش تكسبهم تاخد الدوري ان شاء الله، يعني بشبه يعني هو مش على الورق، هو على الورق النادي الاهلي خلاص الدوري محسوم باذن الله، بس انت برضو لازم في حاجه برضو لازم تشكل تشكيل، يبقى تشكيل ثابت يا كابتن ايمن الفتره اللي جايه، ان انت هتلعب بيه ماتش الوداد، مش هقول الماتش اكيد برضو فرقه الوداد بتتفرج عليه، كابتن يوسف انت عارف الموضوع ده بيبقى موجود في ماتشات افريقيا دايما، ان بيبقى في ناس بتتابع وناس بتشوف انت بتلعب ازاي وطريقه لعبك والكلام ده كله، لكن انت انا رايي ان انت كل ماتش بتشكيله دي مش 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 حاجه كويسه، لازم تثبت تشكيله عشان تعرف انت هتمشي بيها ازاي والفتره اللي جايه هتشتغل بيها ازاي. بس خلي بالك بمناسبه التغيير في التشكيل، احيانا الراجل بيكون مجبر على كده، يعني بيبقى في اصابات، في ايقافات، يعني احنا مثلا في خط الظهر كل ماتش بنشوف 2 قلبي دفاع غير الاثنين اللي قبلهم،
انا بتكلم يعني على الحته اللي قدامك يا كابتن ايمن، ما بتكلمش يعني على الحته اللي ورا، انا بتكلم على التشكيل ده. احنا بقى لنا اكتر من اربع ماتشات نفس هو نفس الريتم ونفس التغيير كل ماتش، حتى طريقه اللعب. انت الماتش الزمالك بدأ بثلاثه في نص الملعب صح؟ الماتش اللي فات بدات باثنين بقفشه تقريبا، وكان اجاي تقريبا. الماتش النهارده بدأ باثنين فراوده، فانت كل ده برده بيبقى بتعمل لخبطه للعيب. انت النهارده بتلعب في مكان تاني، الماتش اللي بعده بتلعب في مكان تاني. فانا ما بعرفش اركز. انا كلاعب ببقى حابب ان انا العب في مكاني وبادي. يعني قفشه لما بتشوفه على الطرف ما بيأديش زي ما هو في مكانه، فده طبيعي. فانا بتمنى ان الراجل ان هو الفتره اللي جايه يثبت تشكيل الفتره اللي جايه، على اساس ان انت تقدر ان انت تبقى جاهز لماتش الوداد ان شاء الله. كابتن علاء